تشاهدون في هذه الحلقة: مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز، جهود مضاعفة لعلاج قرابة 8000 مصاب بالسرطان، والأطباء: الميزانية التشغيلية وتأهيل المركز الرئيس أولوية لتمكيننا من رعاية الحالات. روائح البخور اليمني تفوح في تعز، والنساء من يمتلكن سر المهنة ويتفوقن في صناعته. عبد الباقي غيلان: من مغترب يمني يغادر السعودية جراء أعباء نقل الكفالة إلى مالك مشغل حر لخياطة الحقائب النسائية بتعز. أهلا بكم من جديد. البداية مع موجز لأهم الفعاليات والأحداث التي أقيمت في تعز هذا الأسبوع. تواصل الجامعات الحكومية والأهلية بتعز تنظيم مهرجاناتها الاحتفالية الخاصة بتكريم طلابها المتفوقين والمبرزين في نهاية العام الدراسي 2018-2019. وفي هذا الإطار أقامت جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا السبت حفلاً تكريمياً لعدد من طلابها المتفوقين، شاركت فيه قيادات في السلطة المحلية والمؤسستين الأمنية والعسكرية. دشن بتعز مشروع دعم المبادرات الشبابية ضمن البرامج الهادفة لتعزيز سبل التعايش والسلام المجتمعي، ويقول القائمون على منظمة مستقبل جديد للتنمية أن المشروع الذي تموله ألمانيا الاتحادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن المبادرات التي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وتركز على مفاهيم التعايش باعتبارها من الأولويات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن عموما وتعز بشكل خاص. مشاهدينا، يقدم مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بتعز خدماته لأكثر من 7500 مريض في تعز والمحافظات المجاورة، ويواجه المركز الذي يعمل في مبنى مؤقت إثر تضرر المبنى الرئيس جراء الحرب يواجه ضغوطا وصعوبات كبيرة نتيجة تزايد حالات عدد المرضى وارتفاع تكاليف النفقات العلاجية الخاصة بمتابعة حالات المصابين. ما كانت حيلته إلا على قدر المسافة التي ينظر إليها حين تبرم من جرعة علاج ليقرر دون اكتراث بأحد إنهاء الحقنة والعودة إلى المنزل. ربما رأى ابن المخاء الطفل فجر محمود زايد نافذة الضوء عند مخرج مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بتعز، معتقداً على عكس الآخرين أن مغادرته مكان الاستطباب بمثابة إفلات من آلام الورم الخبيث الذي تسكن أوجاعه جسده العض الطري. ببساطة أنها ملخص لمعركة براءة الطفولة في مواجهة وحش كاسر متمثل بالسرطان. معانا والله بعض الأوقات تمام، بعض الأوقات يتعبوا وضروري من التعصب، عصب ما مشيش العلاج، ما مشيش يجي من الاستشفاء، ما يجي من كتر الإبر والجرعات والترين عليه. ويا له من وجع حين يكسر سكون المشفى تأوهات عجوز تصارع وغيرها من الكبار كما الصغار فعلات هذا المرض الذي يستشري في الأجساد الضعيفة ولا يستطيع أحد أن يقاويه إلا باللجوء للعلاج الكيميائي الذي تتكفل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتحمل أثمانه المرتفعة، ولما يقارب 8000 مريض من الذين يترددون على مركز علاج الأورام بتعز بشكل دائم. المريض عندما يسجل عندنا كحالة جديدة في المركز إنه في هذه الحالة المريض لا يدفع أي ريال أو أي مبلغ مالي
للمؤسسة أو للمركز، كون الحالة المسجلة تبقى برعاية المؤسسة كاملا. يقدم المركز جميع خدماته للمريض بما فيها النادرة مجاناً، ومنها على سبيل المثال للحصر فحوصات الأنسجة وتحضير العلاج الكيميائي وخدمات الدعم النفسي. يتم تحضير العلاج الكيماوي كل على حسب البروتوكول الخاص به والمرض الذي فيه، ويتم تحضير كل جرعة لحاله مع كتابة الاسم ورقم رقم المريض وكتابة الجرعة وكم يحتاج من الجرعة. أتينا هنا المركز كل 21 يوم نعمل جرعة للأخ، تمام. وإحنا من الريف، إحنا لا بأس يعني الطريق مفتوح، وهذا بس في بعض المرضى يعانوا من التنقلات، بس المركز يقوم بجهود جبارة يعني للأمانة، ونشكر الداعمين للمركز. يواجه مركز الأمل بتعز الذي يستقبل ما بين 80 إلى 120 حالة مرضية مزيداً من الضغط في ظل تهافت المرضى عليه من محافظات إب ولحج والضالع والحديدة. المركز يلاقي ضغط كبير والمرضى كل يوم في ازدياد، إلى جانب أنه المرضانة أو المرضى السرطانات يحتاجوا إلى وقت زمني طويل للمعالجة، أي بمعنى أنه جرعات متتالية ومزمنة. واستطاع مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بتعز تقديم صورة مشرفة من خلال تعامله الجيد مع مرضى السرطان الذين غالبيتهم يكون علاجهم لفترات ممتدة، غير أن صعوبات لا تزال تعترض طموحات القائمين على المركز، وفي مقدمتها الصعوبات المالية الخاصة بنفقات علاج المرضى، وكذا انتظار الطواقم الطبية للعودة إلى المقر الرئيس الواقع شرق المدينة الذي تعرض للتدمير جراء الحرب، ويجري حالياً ترميمه وإعادة تأثيثه استعداداً لافتتاحه وإعادة خدماته لمرضى هدهم السرطان وأنهكتهم الحرب وغلاء المعيشة. ولتسليط الضوء أكثر على وضع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز والخدمات التي تقدمها، نستضيف مدير المؤسسة دكتور مختار أحمد سعيد. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم. في البداية لو تطلعنا عن وضع المؤسسة والظروف والإمكانات التي تعملون في ظلها. طبعا المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة تعز لا شك أنها عاشت ظروف صعبة وقاسية، وبالذات في ظل الحرب والحصار الذي طال هذه المحافظة. نحن عملنا في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية، واستمرينا في العمل ولم ننقطع إلا فترة وجيزة. كنا نعمل في مركز الأمل، المبنى الرئيسي لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية، حتى يعني حاصر الحرب منطقة المبنى وطالت القذائف مبنى المركز. كنا نعمل وكان لدينا فريق يعمل في هذا المركز ليلا ونهارا، كان هذا الفريق ينام في المركز ويعني ويعمل في المركز، لا يستطيع حتى الخروج إلى البيئة المحيطة في ظل الظروف الصعبة. مرضى السرطان نظرا لأن المرض كان بالنسبة لهم قاتل، وأن الرصاصة بالنسبة لهم أخف من الموت بالرصاص، معاناتهم كانت كبيرة، خدماتهم تخفيف معاناتهم كانت في مركز الأمل. هذا المبنى دكتور مختار هل هو مؤهل بما فيها الكفاية لاستقبال المرضى مرضى الأورام السرطانية؟ طبعا المبنى الذي نعمل فيه حاليا هو مبنى مؤقت نظرا للظروف الحالية، نظرا لأن المبنى مدمر ويحتاج إلى إعادة تأثيث وتجهيز.
هذا المبنى لا يتسع، الأعداد تتزايد يوما بعد يوم، السعة السريرية بالنسبة لنا ضيقة جدا. هل تعطينا إحصائية دقيقة لعدد الحالات التي تستقبلونها يوميا في المؤسسة؟ طبعا عدد الإحصائيات بالنسبة لمرضى السرطان المقيدين في سجلات مركز الأمل أكثر من 7500 حالة مرضية، يتردد علينا يوميا أكثر من 120 حالة مرضية. في ظل هذا الوضع الحالي، يعني السعة السريرية عندنا أيضا لدينا 19 سرير للرقود و15 سرير في الإعطاء. سعة سريرية أحيانا السرير يعني يرقد فيه اثنين من المرضى. ألا يشكل هذا الضغط بالنسبة للمركز؟ كيف تواجهون هذه الزيادة في أعداد الحالات من ناحية توفير العلاج، خصوصا العلاج الكيميائي الذي كما هو معروف تكلفته باهظة؟ طبعا نحن عانينا معاناة كبيرة، وكانت في فتراتنا الأولية في الحرب وسنوات الحرب كانت المعاناة أكثر. وصول الدواء عندنا بمشقة، أحيانا عدم توفر الإمكانات والكلف التي نستطيع من خلالها أن نخفف معاناة المرضى وأن ننقذ حياتهم، كانت معاناة كبيرة. لكننا في ظل الوضع الحالي، الأكبر المعاناة في ظل الوضع أن عدم وجود مبنى جاهز لمرضى السرطان. نحن نعمل في مبنى مؤقت، بحمد الله وتوفيقه توفرت إمكانية الدواء في الفترات الأخيرة بنسبة 60%، يعني كدعم حكومي أيضا، نظرا لأنه كان لدينا دعم من الحكومة، منح علاجية تخص مرضى السرطان عادت في السنة الأخيرة، والحمد لله يعني نوعا ما الظروف تحسنت بالنسبة للأدوية. لكن بالنسبة لبقية الأشياء التشغيلية، الخدمات العلاجية، العمليات الجراحية، الأجهزة التشخيصية، هذه ما يزال المركز يعاني منها معاناة كبيرة جدا إلى اليوم. مريض السرطان ما المطلوب لحل هذه الإشكاليات تحديدا؟ هل دعم مادي أم دعم نوع آخر؟ طبعا نحن في الفترة الحالية الأولويات بالنسبة لنا هو إعادة تأثيث وتجهيز المركز بما فيها أن تتوفر الخدمات تحت سقف واحد. نحن اليوم نقدم خدماتنا لمرضى السرطان ليس في مركز الأمل فقط، خدمات مرضى السرطان متعددة وحلقة متكاملة ويجب أن تكتمل، والقصور في بعض في جزء منها قصور في الحلقة بشكل كامل. فخدماتنا التشخيصية الإشعاعية نقدمها في مستشفيات خاصة وعلى حساب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، خدماتنا الجراحية نقدمها في مستشفيات خارجية، عودتنا إلى المركز، تجهيز المركز بالأجهزة التشخيصية والعلاجية، تجهيز المركز بالأثاث الطبي. ربما الحرب ألقت بظلالها على كثير من الناس في مدينة تعز، والمواطن العادي تضرر وتفاقمت معاناته، فما بالك بمريض السرطان؟ كيف تصف لنا الوضع الإنساني لمرضى السرطان بكونكم الأقرب لهؤلاء؟ طبعا معاناة مرضى السرطان في تعز كانت ظلمات فوق ظلمات، يعني ظلمات فوقها ظلمات. أقول إنه المعاناة كانت كبيرة، والانتكاسات بالنسبة للمرضى كانت كبيرة وواسعة. هناك نسبة كبيرة من المرضى أيضا انقطعت ولم تستطع الوصول إلينا حتى إلى مبنى الحالي للمركز. تعرفون وضع تعز وصعوبة الطرقات والحصار أيضا الموجود الحالي على هذه المحافظة. هناك كثير من المرضى سلموا أمرهم للمرض، وربما نسبة كبيرة انتقلت إلى رحمة الله عز وجل لعدم قدرتها على الوصول إلينا، ولعدم وجود إمكانيات أيضا لديهم في ظل ظروف ووضع دكتور مختار، أشرت في سياق حديثك السابق عن أهمية إعادة فتح المركز الرئيسي للمؤسسة الوطنية الذي تضرر بسبب الحرب، إلى أن وصلتم في إعادة تأهيل هذا المركز، هل هناك تحركات لإعادة افتتاحه من جديد؟ طبعا هذا المشروع هو الأهم، وهو المشروع الذي يعني الآن يعتبر مسؤولية الجميع، مسؤولية السلطة المحلية، مسؤولية السلطة المركزية، مسؤولية رجال الخير. اليوم مرضى السرطان يحتاجون إلى إعادة تأثيث وتجهيز مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية. بدأنا مع السلطة المحلية في ترميم هذا المركز، وانتهينا من المرحلة الأولى من الترميم، والتي تعتبر الآن بنسبة 80% من جاهزيتها للعودة إلى المركز. لكن يبقى هناك أهمية كبيرة لتجهيز هذا المركز بالأثاث الطبي، بالأجهزة التشخيصية،
باستكمال هذا المركز لدينا مشروع بمبلغ 1,600,000 دولار، يعني للمرحلة الأولى فقط. لو أعيد هذا المركز سيخفف الكثير من المعاناة. أنتم اليوم تلاحظون في غرف المبنى الازدحام الموجود لدينا، 120 حالة مرضية تتردد على مبنى ضيق كهذا، ليس العدد البسيط ولا القليل. وماذا يعني مريض السرطان؟ مريض السرطان يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى كلف تشخيصية، كلف علاجية، كلف تلطيفية، يعني الكلف التي يحتاجها. اليوم مرضى السرطان يحتاجون إلى إعادة تأهيل هذا المبنى. أعتقد أنه هذا المبنى اليوم كمبنى جاهز لتخفيف معاناة المرضى، يبقى مسؤولية مجتمعية، مسؤولية المنظمات والجهات الخيرية لإعادة تأسيس وتجهيز هذا المركز. الدكتور مختار أحمد سعيد، مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز، شكرا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. يحظى البخور اليمني بشهرة واسعة بالنظر إلى جودة المنتج وتميز روائحه العطرية الزكية، وتعمل في تعز كثير من النساء في صناعة البخور ومشتقاته العطرية. ولعل السر وراء هذا التميز يعود إلى طريقة التحضير وتركيبة المنتج. نتابع. تفوح الرائحة من أرجاء المكان، ومع كل خطوة لنا تجود بأطيابها حتى امتلأت صدورنا بهواء هو طيب وعطر. نتتبع خيط دخان وآثرنا السير في معرض للمنتوجات حتى أبصرنا جذوة تصطلي داخل آنية من الفخار تعرف بالمبخرة. هي في الأصل كل هذه الروائح التي تعطر الأنفاس ونحسبها من روائح الجنة التي تصنعها نساء تعز. بحثنا وسط هذا التجمع النسوي عمن يقف وراء نفحة اليوم في هذا الملتقى، ليحدثنا الكثير عن منيرة محمد بن محمد، وأشار إليها بالبنان باعتبارها واحدة من أمهر العاملات في صناعة البخور محلياً بتعز. أغلى قرص عندي بثمنه يطلع لي كميته عندي أساساً ب5,000 ريال، بس لما يجي بيعه ببيعه بأكثر، ما بيعش بذا السعر، لأنه تشوف العود حقه كله غالي، مش نفس حتى العطور نفسها ما تطلعش نفس النوعية ذي، تكون كل عطورات ممتازة وجيدة وحاجة أغلى. بدأت العملية بتجهيز مكونات الخلطة، وهي عبارة عن توابل مختلفة وأنواع من قطع العودة وقناني عطور غالية الثمن وزيوت وأشياء أخرى. كيلو سكر، قرمة الورد، وقية ظفر، وقية مسك حجري، ملعقة، هي ملعقتين بالأساس للكيلو، عفص، بس العفص إذا كثر يكتمل واحد، يدل الواحد كتمه، وثاني شيء يطلع فيما بعد ريحة البخور حريق، ويفضل البخور على رأسي ما حد يسوي له عفص، بس عشان لأن العفص هو اللي يخليه يتماسك. وعلى نار هادئة واصلت منيرة تحريك خليط الماء والسكر، ولمدة 15 دقيقة يتخللها إضافات وفقا لتوقيت مزمن حتى أنجزت الخلطة، وتم صبها إلى أوان لتبريدها ووضع اللمسات الأخيرة عليها المتمثلة بالإضافات العطرية وتخميرها. إذا انعقد السكر والماء يعني تعتبر أن الطبخة جاهزة، إذا ما انعقدش جيدا أو ما ذبش السكر تمام تعتبر الطبخة فيها نقص، قد تخرج منه لزوجة العطر الزائد أو تكون تمطط عليك مثل الحلاوة، يعني ما تكونش جيدة، الأساس فيها السكر والماء إذا جهز. لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن تحضير البخور بحاجة إلى معرفة المقادير والمعايير عند إضافة المواد التي تشكل الخلطة. احنا كنا نروح عند العطار دي طريق وقية، انا كنت اخذ من عند العطار طريقة الوقية واروح البيت اقصهن بالملاعق، واحس نفسي اجدت فيها اكثر بطريقة الملعقة. لما تروح لعنده تاخذ بالقليل، كنت سابقا لما ما شاء الله الحمد لله تمكنت وحاولت اني لانه لما حد ياخذ بالكمية يطلع مخارج اكثر. تشتغل كثير من النساء في صناعة البخور ومشتقاته بتعز،
ولدوافع متعددة، بعضها لسد الحاجة وأخريات للرغبة في تعلم مهارات جديدة، ومن هنا للدخول على التجارة من بوابة صناعة البخور والروائح العطرية، غير أن منيرة تقول أن دافعها كان الرغبة وتميزت في هذا المجال لتدخل بعد ذلك نادي سيدات الأعمال في تعز بعد زيادة مدخولها من هذه الصناعة المتميزة. طبعا البخور موجود بكمية كبيرة جدا، بس اللي تميزين بالبخور الحلو والممتاز يعني البضاعة الممتازة عدد قليل جدا، لأنه خامة أصلا الخامات حق البخور غالية جدا، ما يقدر يجيبها إلا هو إنسان يعني مقتدر. تشارك في المعرض التسويقي لإنتاج المرأة التعزية أكثر من 15 بائعة وصانعة بخور، وتتعدد مسميات معروضات البخور لديهن وأجودها على ما يبدو العرائسي، ما يؤكد انتشار هذه الصناعة على نطاق واسع، غير أن البقاء يظل للأقوى في سوق يعج بالبضاعة المنافسة ويحتكم إلى جودة المنتج. لم تكن معاناته بموطن الغربة بالسعودية سوى حافزاً له للتفكير بالبديل والعودة إلى أرض الوطن والعيش بحرية بين أهله. القصة التالية لعبد الباقي غيلان الذي احترف خياطة الحقائب النسائية واستبدل الغربة بالوطن من خلال مشروع بسيط يؤمن سد متطلبات حاجياته وأسرته. معتمداً على رزق الله وفضله الواسع، وفي صبيحة كل يوم يقصد عبد الباقي غيلان باكراً مشغله الخاص بخياطة وإنتاج الحقائب النسائية الواقع بأحد شوارع حي المسبح الأسفل بتعز، وهو المشروع التجاري الذي قد يراه البعض صغير ويكبر ألف مرة بعين صاحبه، وقد وجد فيه رزقه الحلال واطمأنت إليه نفسه. بعد أن ذاق مرارة الاغتراب لفترات طويلة في المملكة العربية السعودية وعاش فيها قساوة المعاملة والاستقرار. كنت أنا في السعودية، المعاناة كثيرة، ما أعتقد يطول الشرح فيها، ولذلك أنه بالنسبة لي اشتغلت أنا في السعودية بعدة مناطق من السعودية، مليت من الغربة. أجت يوم من الأيام ظروف نقل كفالة وما أدري إيش، ويكلف نقل كفالة ضئيل وما عندناش فلوس. عملت روحت لليمن، قلت بروح بلادي افضل، عادوا في اروح من الشباب تمام يبذل طاقته ويكمل شباب في بلاده افضل. عن بدايته في هذا العمل يؤكد عبد الباقي انها كانت في موطن الاغتراب، حيث اشتغل بادئ الامر في محل لبيع الحقائب وتحديدا في اصلاح وتغيير الاجزاء التالفه، ما مكنه من إتقان الحرفة والاشتغال عليها لزمن. ومع اشتداد وطأة وضغوط القرارات التي تستهدف العمالة الأجنبية في السعودية، تبادر إلى ذهنه فكرة العودة إلى الوطن والاستفادة من مهنته التي اكتسبها وافتتاح مشروعه الخاص، وهو ما سيحرره أولاً من جوري ما يتحمله المغترب اليمني في بلاد الاغتراب، ويجعله يعمل بحرية تامة بعيداً عن أجواء الاضطهاد وتحمل نفقات الصرف على تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وغيرها من المسميات. يجيد عبد الباقي العمل على موديلات وتصاميم خارجية للحقائب النسائية بعد أن برع في عملية القص التي تعد الأساس في تحديد نوعية الموديل وشكله، إضافة إلى استيعابه لاثنين من الخياطين الماهرين، مكنه من تحريك المشغل في فترة وجيزة، الأمر الذي أدى إلى لفت أنظار النساء وشكل عامل جذب ما أتاح توفير مداخل تمكن الرجل من توفير متطلبات معيشته وإعالة أسرته. كل قص من نفسي تعلم القصة، أنا كنت أقص كل شيء، تعلمت القصة من شوية شوية والحمد لله، وجبت خياطين وسلكت الحمد لله رب العالمين. مشت الأمور حبة حبة
حتى تمكنت منه من القصة، والآن الحمد لله نعرف نصمم أي موديل نصممه ونقصه، حتى أشرح للخياط كيف يخيطه. مثل الاستقرار المعيشي لدى عبد الباقي حافزاً يدفعه نحو تحقيق الطموحات التي لا تزال تعتمل بداخله وتتعلق بعملية توسعة المشغل الصغير والانتقال إلى صناعات موديلات حقائب بتصاميم عصرية، غير أن الآلات الحديثة للخياطة والإمكانات المادية هي ما يحول بينه وبين تحقيق حلمه الذي يشعر أنه لابد من اجتيازه في قادم الأيام. بهذه الفقرة التي تؤكد أن الحرية أغلى من الذهب، نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله. سقاها الصبح نسبته ولنا.